والله يا اخوان فكرة مقطع اليوم اللي هي مثل ما تشوفون مؤخرة عشان مرة متابعين ما احنا مؤخرين طبعا يا اخوان هذه الدائرة تستزون فيها صح عليه 500 دولار. طيب من وين مني لا من وين اذبها؟ من وين؟ اخر شيء يا ساتر والله لطيف مستحيل مفاضي ما قلتوا لي كذا والله يعني بتسلك كل السلم ذاك والله ما قلتوا لي يا عيال يبينا رجال للتسلق فوق طب ما بتخاف لا ما خوف عشان تصير قرود عشان تصير دجاجيل بس مودي الفلوس تجي على طول تجي على طول كم فلوس كم تعطينا فلوس خليني اشرح لكم ملك هذه 500 يا اخوان والله المقطع اللي قبل طفرت والحين بطفر اكثر واكثر بس يستاهلوا نستاهل واشتركوا عنده صحيح اشتراك ولايك اشتراك يا اخوان لايك واشتراك قنوات الشباب تحت خلوني بعد اكمل الشرح لو سمحتوا يلا هذه 100 دولار حلو هذه 100 دولار والله في 150 طبعا يا اخوان هذه السله عليها كم 1000 يورو 1000 كم 1000 دولار 1000 دولار في ذمك وهذا هذا اللي كثر مشهم هذا وش اللي يجيبها بالقدر هذا ايوه ذا كل ارباحي باليوتيوب مدة ثلاث اشهر يا ساتر يطفر والله صدقني بتعيش بالقدر اذا والله جد بتطفر يا رب ما حد يجيبها انا ترى يلا ماني معكم في انا بقعد هنا انا بقعد عليكم وانت تخسر فلوس السلام عليكم الو والله اني ودي اطلع في المقطع بس عندي اعلان لازم اروح فحبينا نسلم عليكم هذا يقول لك انا مشغول يعني. والله العظيم اني مشغول اقسم بالله بس ودي اني اطلع مقطع بس عندي اعلان لازم اروح اصوره مع السلامه يلا عشان كذا فرل يلا نلقى يلا يا شباب فوزهم يا حيوان لا يا اخوان حاب انوه تنويه بسيط راح يكون في اكاديميه في فيلت باور تكون الاحد والاثنين وبعد ازيدكم من الشهر بيت اذا تبي تزورنا في فيلت باور بنقعد هنا تقريبا 45 يوم الى 50 يوم تزورونا كلكم رابط ذكر تحت الوصف يا اخوان والله شكرا شكرا جزيلا كامل الشكر على 500 ألف الله يزيدكم واحد تلو الاخر والله ما قصرتوا معي وان هذا الرقم مو بسيط وان شيء يفرح الشخص شكرا لكل شخص وقف معي لكم طبعا يا اخوان الان لازم اتكلم مع عيال واربكهم بطريقتي الخاصة هذه احدى طرق الخاصة اسولف وابكي يعني يعني عرفتوا يعني اقروشهم ما اخليهم يرمون زين وخلاص سعد اول طبعا انا فزت على ريان وفاز على نواف الان حجر وقف قص بالبير من بيقول سوى حجر انا عمري ما قصيت حجر بتخسر الحين يلا حجر ورقم قص حجر ورقم قص شك 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 الكم يلا سعد 3 2 1 يلا بسم الله يلا فارس يبدا من اول ضربه يلا عندك ثانيه بسم الله من اول ضربه والله صار من اول ضربه يعني قدام شوي ايوه هدف هدف ما يحسب على الخط قانون الحكم يا اخوان يعترض على الحكم شيبي بعدين انا ثلاث جولات بعدين نواف كذا يلا مودي والله صعبه توقعت اسهل منك يا عمي راح العب فيفا باقي الحين دورنا بعدين مره ثانيه نلعب على ذيك يلا بسم الله الحين دوري انا العب يلا العب دوري العب يا اذا يا ربي اذا ما هي المربع في راسك يا رب
هذه الكوره جامده يا عيال. هذه ما صعب، هذه خفيفه بتقعد تفهم. ساعد اعلمك كيف تشوت. ود الله ايه. يا سعد يا فاشل بغيت تكسر راسي. ورع والله انقتلك الان اصفق وجهي. الاخوان هم اكبر مني صحيح، لكن الان جاء وقت النهايه عليهم. هم فوق وانا تحت، اقدر اسوي اي شيء. مودي عطني اشتراك من هنا. واللايك والوسوس بعد في اشياء. ايوه اروح يلا بسم الله يا رب. مو جوا الهجوم من يلا رجال ريان عاد ايه ما زفت يا عيال، ومستحيل يجيب ولا واحدة. مستحيل يجيب واحدة. يلا يلا وخر. يلا 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 مركز. ربك ستر. يلا ريان 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 يلا صعبة صعبة. يلا مودي يلا وخر وخر يا مودي، ما في وقت، انت لازم تنقلع يا ابو ام خايف. انت صغيرة. ايوه يا الله يلا اخير اخير يلا اخيرك يلا اخير اخير لا توقف يلا يلا هو جاي يلا الكور اللي بعدها. يلا ايوه ايوه يا شباب تعال خليني اذبك ما في كره. مل مرجله مل مرجله مل مرجله وحش نواف بقالي كوره. يلا ايه نواف اثق فيك نواف اثق اثق اثق. يلا 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 دروعنا دروعنا. الان هم ايش؟ هم قاعدين ايش؟ شادين امه وبعدين مره ثانيه انا قاعد اكل. جبنه بالعافيه. طبعا يا اخوان الان انتقلنا لجزيره السله. علينا احنا بسرعه. يلا ما حد يفوز فيها يلا. يلا مودي بسم الله. لعبة فارس. المايك وين المايك؟ بسم الله. ودروس حسيت حسيت كذا قلبي طيب. داري يلا 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 داري داري. يا ساتر أستر أبغى أربعة حاج. خربت القهر. ربك ستر ربك ستر يا عيال. يلا 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 جاهزين يلا يلا يا ابو قحط. يلا يا ابو قحط. ايوه والله اني ما شفتها بس شفت الزله. اني ايزي يا ساتر. يما الدروع يما عيال. الله يستر الله يستر والله قاعدين يقربون منها بشكل فظيع. احس اني بدفع احس اني بدفع. يلا ريان يلا اثق فيك. شوف ريان اذا براكان يلا يا عيال والله حرام انا ما عندي مشكله يا عيال نخسر بس على الاقل واحد يخسر ترى بس واحد واحد يفوز. ايوه ايوه هناك وايد لاعب مختلف. يلا ريان ريان هيا هيا
حق جبها صاحبك القدر جبها يا اخوان. الان ننتقل الى صفيه اللي هي القدر، راح ياخذ كل ارباح اللي تجيبها. يا رب ما حد يجيبها، خلونا نشيل السله. يا عيال اقسم بالله جزئيتين ولا واحد فينا فاز ولا مره. يا والله 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 طلع عيال. ما في مشكله انا اخسر ولا انت تخسر، واحد مني يفوز بس واحد. بس المره الجايه اذا ما حد جابه واحد يطلع. طبعا عزيزي المشاهد ما يحس انه طرب ايده مره يعني. ربيت القهر. يلا سعد 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 ركز عليها لا تروح مني. يا سعد يلا ايوه لا بعيد بعيد بعيد. وش ذا يا اخي الكوره خفيفه مو انا يا والله هذه قويه. انا وين واحد تكفى اربع لتشوف يبقى حبيبي يلا يا رب يا رب يلا ها يلا نواف تكفى ارجوك. شوف طلع هناك وبدبها كذا دائما الدروع دائما تبي الدروع دائما تبي الدروع يعني ايوه تبي الدروع ريال تكفى يلا امل فيك امل فيك ريال امل فيك امل كلنا مو امل امل كلنا. امسك امسك ذب الكوره امسك صدق يا رب يا عيال عند ريال صالون كره سله ولا كوره كل شيء لا يا اخوان دعواتكم يا اخوان ارجوك اربح لي تشوف لي كم تعادل كم عشرات الذهب يا عشرات الذهب ذب كورتين ها انا وياك انا وياك ذب كورتين يلا واحدة تعطيك عشان هو يلخبط طب العشب ما جبناه اقطع ام المحسن بالله صعبه والله صعبه والله, صعبة. والله يا عيال انها من اصعب الالعاب اللي لعبتها في حياتي مستحيله بشكل مو طبيعي بس نادر نادر الكعبه انها من المستحيلات اهم شيء فاز نواف بكم 100 دولار 100 دولار مبروك والله العظيم نعمه حلوه حلوه حق التعب هذا المخرج والله جيب الفلوس لا لا يلا يلا يعطيكم العافيه ما تنسوكم لايك واشتراك يستاهل والله مره والله يستاهل يلا باي الله يسعدكم يا اخوان الحمد لله طلعت تقريبا خسرت 100 دولار صح انها توجع القلب لكن ولا نترك واحد بس عشان ذا القدر يا اخوان حاب انوع على نقطه بسيطه تكفون الاشتراك والله اننا تعبنا ان كل كوره طيبه نروح نوديها فوق عشان يرميها مره ثانيه ثم لما يرمينا مره ثانيه يعني والله الموضوع انه يتعب يا اخوان تكفون الاشتراك ولايك والله نتابع على هذا المحتوى مع السلامه.